اختتم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم المؤتمر الأول للبرلمانات العربية، والذي شارك فيه كل من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى أهمية التوصيات التي خرج بها المؤتمر، مبديا ترحيبه بتبني المؤتمر في بيانه الختامي للتوصيات التي تقدم بها بشأن دعوة البرلمانات العربية للدفع نحو الموافقة على النظام الداخلي والأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتبني إنشاء مركز عربي للتنمية المستدامة ضمن أجهزة جامعة الدول العربية، والدعوة لوضع تشريعات استرشادية من قبل جامعة الدول العربية بشأن الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب. هذا ورفض رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما أعلنوا الالتزام بالتعاون الفعال بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتكييف الآليات والهياكل المؤسسية لمواكبة التطورات المستجدة وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي المشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأول. بعد التحية سعادة النائب، اختتمت اليوم أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية المنعقدة طبعا بالقاهرة، ما التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر؟ مساكم الله بالخير. طبعا اختتمت اليوم في القاهرة اجتماعات البرلمانات العربية، و العديد من المقترحات والتوصيات تم الخروج بها. هناك تعديلات جوهرية قدمها الوفد البحريني برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا تتمثل في رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدولنا العربية والتصدي لها بكافة السبل، إضافة إلى إنشاء مركز استراتيجي للتنمية المستدامة يكون مقره في الجامعة العربية، و عقد مؤتمر برلماني متخصص لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية يدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم ومختلف الجهات لتدارس كيفية حماية الشباب الأمة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من أسرهم. والعديد أيضا من المقترحات منها دعوة إلى عقد الاجتماع سنويا ودراسة تطويره بحيث يكون في مختلف دول مجلس الدول العربية. نعم. القضية الأساسية في التأكيد مجدد على القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية. لا شك بأن هذه الدعوة للمؤتمر البرلماني الأول تأتي ضمن فكرة مقدمة من البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني وجامعة الدول العربية بهدف الاستماع إلى وجهات نظر رؤساء البرلمانات العربية اللي هم ممثلين للشعوب ورفعها للقيادات العربية خلال القمة القادمة. نعم سعادة النائب، طبعا الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف هو أهم ما تطرق إليه البيان الختامي للمؤتمر، طبعا توافقت عليه الوفود العربية المشاركة، ما هو تحديدا هو دور البرلمانات كسلطة تشريعية في التحرك لتفعيل مثل هذا الأمر؟ اليوم بات من الضروري على البرلمانات المحلية حث دولها بالتصديق على ميثاق العربي لمكافحة الإرهاب المصدق عليه الموجود حاليا في الجامعة العربية. نعم. حث الحكومات على تعاونها مع الجامعة الدول العربية في وضع آلية موحدة لمكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية والعمل على سن تشريعات موحدة عربية لحفظ أمن واستقرار الأمة العربية. نعم. الكل الجميع على قناعة بأن التهديدات التي موجهة للدول العربية كانت الإرهابية أو استهداف الشباب من خلال الخطب الشعارات المتطرفة، اليوم باتت الحاجة ماسة إلى تكوين الرأي الوسطي، الرأي المعتدل، تبني الشباب من خلال الأنشطة والبرامج العربية الموحدة تكون
الخطاب دائما فيه الوسطية. نعم، إذا بخصوص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة طبعا والمشروعات المشتركة على كافة الأصعدة، كيف سوف يكون ذلك سعادة النائب؟ الهدف إنشاء مركز يكون مقر في الجامعة في الدول العربية. لا شك بأن بعض دولنا العربية متقدمة في مجال التنمية المستدامة والبعض الآخر لا زال في حالة إلى المساعدة. نعم. من خلال هذا المركز راح تكون هناك في قاعدة أساسية من مختلف الدول العربية. من خلال هذه التشريعات يتم صياغة تشريع موحد، ويتم من خلاله تبادل المعلومات والدعم من كان الاقتصادي أو اللوجستي للدول بعضها البعض. نعم. خاصة في مجال التعليم، في مجال البعثات، في مجال البيئة، في مجال العديد من المجالات اللي بالإمكان هذا المركز يعني تحقيقها وتقديمها للدول العربية. طبعا هذا المركز يعني كمقترح راح يضم من الدكاترة والخبراء من مختلف دول مجلس التعاون لوضع الأسس. نعم سعادة النائب تفضل. الأسس الكفيلة للارتقاء بالمواطن العربي في شتى المجالات. نعم سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي المشارك في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأول، شكرا جزيلا لك.